بالتالي هذه العقوبات هي رسالة سياسية، لأن لو يوجد هنالك معايير أو لو كانت هذه العقوبات تطبق وفق المعايير القوانين الدولية، كثير من الشخصيات السياسية في العراق اليوم تكون في يعني قوام العقوبات يعني اختراق أو لعمليات تبييض أموال أو يعني جنح الاقتصادية، ولكن لأنها رسالة سياسية. يعني على سبيل المثال الولايات المتحدة كانت تفرض عقوبات على شخصيات سياسية عراقية، ثم تجلس مع هذه الشخصيات وتتفاوض وتتحاد، يعني يكون هنالك محادثات على مستوى المؤسسات، يعني على مستوى الشخصيات ما زالوا يمارسون مهامهم بشكل طبيعي. نعم، على مستوى المؤسسات. على مستوى المؤسسات الرسمية إذا فرضت هذه العقوبات كيف ستؤثر بدقيقة لو سمحتي؟ سوف تكون هذه المرة سوف تكون خطرة جدا، لأنها سوف يعني تضع السؤال الأخطر، هل إن دور الحكومة العراقية مجدي للاستراتيجية الأمريكية، أم إن الوقت حان لاستبدال هذه المؤسسة بالكامل، لأن هذه المؤسسة لم تعد تخدم الاستراتيجية الأمريكية ولم تعد وفق معاييرها، وبالتالي هذه المرة ستكون غاية الخطورة.